تصعد فوقها من جديد. طبعا خلال حوالي 10 أيام نشأت دورات عرضية على أسعار النفط، ولكن هذه الارتفاعات اليوم تأتي على الرغم من الارتفاع الذي شهدناه في المخزونات النفط الأمريكية، بالإضافة إلى محضر اجتماع الفيدرالي. كورنيليا ماير الرئيس التنفيذية لماير ريسورسز تنضم إلينا. أهلا بك كورنيليا معنا. وارتفاعات أسعار النفط اليوم على الرغم من الصورة ليست بالإيجابية جدا للمخزونات النفط الأمريكية، بالإضافة إلى المحضر الفيدرالي والتي جاءت فيه اللهجة متشددة نوعا ما، كيف تصفين؟ هل هي ارتفاع تكنيكال يعني، أم ترين عوامل أخرى تلعب دور؟ هذا ارتفاع فني، فنحن شاهدنا انخفاضا في أسعار النفط، وفي مرحلة معينة كان على هذه الأسعار أن تعود لترتفع، وبالطبع هذا يعود إلى العلاوة السعرية للمخاطر الجيوسياسية. أظن بأن هذا الارتفاع ارتفاع فني. ما زال لدينا طلب مقبول في العديد من الدول على النفط، ولذلك نشهد هذا الارتفاع. نحن نركز على الطلب ونركز أيضا على ما قد خسرناه في أسعار النفط في الجلسات الثلاث والأربع الأخيرة. كورنيليا، البعض يرى اليوم بأن علاوة المخاطر الجيوسياسية اقتربت من الصفر تقريبا، بأنه لا يوجد اليوم علاوة مخاطر جيوسياسية مسعرة في الأسعار، هل توافقين على ذلك؟ ليس بالضرورة. أظن بأن هذه العلاوة قد انخفضت منذ التبادل للهجمات بين إسرائيل وإيران، ولكن الأمور عادت لتهدأ بعض الشيء. وإن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يؤثر بشكل كبير، لأن أي خطوة خاطئة تؤدي إلى الارتفاع السريع أو الانخفاض السريع، ولكن حاليا شهدنا انخفاضا في الأسعار. طيب، ربما بالنسبة لبعض التطورات التي لا نزال نراقبها بالنسبة لأسواق الطاقة، يبقى لنا مع الشهر المقبل اجتماع أوبك بلس، مع العلم بأن التوقعات تشير بأن إبقاء سياسة الإنتاج على ما هي، برأيك يعني هل قد يعني يكون هناك أي تغيير بالنسبة لتحركات أو ردة فعل السوق، أم أنها يعني خلاص سعرنا هذا التوجه وتوقعاتنا لهذا الاجتماع؟ التوقعات قد تم احتسابها برأيي، ولكن علينا أن نتذكر بأن هذا الاجتماع سينعقد في الأول من يونيو، وسوف يقررون في أوبك بلس في ذلك اليوم، بغض النظر عن ما قد يحصل من اليوم إلى الأسبوع القادم. لا نعرف ما الذي قد يحصل بين اليوم والخميس القادم والجمعة، الكثير من التطورات قد تحدث، وبالتالي قد تؤثر على المعروض والطلب. علينا أن ننظر إلى الوضع الاقتصادي الكلي ووضع المعروض والطلب، وبعدها نقرر ما ستكون رد فعل الأسواق وما ستأخذه من قرارات أوبك بلس. كونيريا، دعيني أسألك، اليوم أصبحنا نسمع تردد لعبارة بأنه الفيدرالي من الممكن أن لا يخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام. هذا العامل وحده برأيك إلى أي درجة قد يكون له تأثير على مسار النفط؟ سوف يؤثر هذا على أسعار النفط بشكل كبير، لأنه كلما كانت أسعار الفائدة أقل، كلما زادت الاستثمارات في الاقتصاد، وكلما زاد النشاط الاقتصادي، وكلما زاد النشاط الاقتصادي يعني ارتفع الطلب، وعندما يرتفع الطلب فبالتالي ضغوطات تصاعدية على أسعار النفط. ولكن إذا ما بقينا كما يتوقع العديد عند هذه المستويات لفترة أطول، فهذا يعني بأنه سيكون لدينا تأثيرا سلبيا على أسعار النفط. إن الفيدرالي محرك أساسي، وسياسة الفيدرالي النقدية تحرك بشكل كبير أسعار النفط. يعني ليس فقط أسعار النفط كورنيليا التي تحركت بالنسبة لهذه الهجومة راقبناه من محضر الفيدرالي، أسعار الذهب نستمر في التراجعات للجلسة الثالثة على التوالي. برأيك إلى أي مدى قد نشهد ضغوط مستمرة على الذهب، وما هي المستهدفات التي قد نشهدها إن استمرت هذه اللهجة، وتوقعاتنا لاستمرار التشديد من قبل الفيدرالي؟ But the only
الذهب يتأثر بأمرين أو بثلاثة. أولاً المزاج الاقتصادي، إضافة أيضاً إلى المزاج الجيوسياسي، وثالثاً بشكل واضح بأسعار الفائدة، لأن الذهب يعتبر من الأصول التي لا تضر بالعائد. كلما كانت أسعار الفائدة أقل، كلما كان ذلك محفزاً أكبر للاستثمار في الذهب كما نعلم. وهذا بالطبع يتأثر بالتضخم، لأنه كلما ارتفع التضخم كلما المحفزات للاستثمار في مخزن القيمة أي الذهب يحصل. وأنا أشكرك كورنيليا ماير، رئيسة تنفيذية ورئيسة مجلس إدارة ماير ريسورسز، شكرا جزيلا لك. Thank you very much indeed. Thank you.